أيام قليلة واقف النادي الأهلي والزمالك أمام تاريخهما الكبير في القارة الأفريقية، فهل يكون في الموعد؟ الأهلي أمام القطن والزمالك أمام شباب بلوزداد، فرصة لمصالحة جماهيرهم والأهم فرصة لعودة كبيرة لكبار القارة. زعلنا من الأهلي، زعلنا من الزمالك، زعلنا على حال الكرة المصرية، بس هم في إيديهم يمحوا كل حاجة سيئة حصلت خلال المباريات الماضية. هيفضل النادي الأهلي وجنبه الزمالك كبار القارة على مستوى الأندية، واثقين إن هم يقدروا لو كل لاعب فكر في قيمة وتاريخ التيشيرت اللي لابسه. مساندة الجماهير والهدوء دلوقتي أهم حاجة، وبعد كده ممكن نتكلم، وإن شاء الله الكلام وقتها يبقى حلو بصعود الفريق.